حقيقة قصة مؤثرة، يعني أنا لا أزال أذكرها ودائما أذكر بها أصحابي وأخواني ومن حولي. قبل كم سنة كنت أعمل في مدرسة، والمدرسة هذه تعتبر نموذجية، مو هو أي طالب يدخل فيها، ولها معايير في القبول معينة كذا من ناحية الدرجات، وفي معايير أخرى يعني، وفي مقابلة شخصية. ما يدخل هذه المدرسة أي طالب، وكنت أنا مسؤول عن القبول يعني والتسجيل فيها والملفات عندي والقبول عندي. وطبعا في بداية التسجيل تكون زحمة وأولياء الأمور كذا، كل من يجيب واسطة، كل من يتحاول يتشفع ويدخل فيها، وحنا في المسألة هذه ما يعني عندنا تنازل في معايير معينة حسب المعدل وحسب كذا، وفي آلية معينة في القبول. المهم جاء واحد من أولياء الأمور، يعني يبدو أنه عنده وجاهة كذا وعنده مكانة اجتماعية، وحب أنه يسجل ولده في المدرسة هذه. فراح للمدير، ما جاني أنا، راح للمدير، مدير المدرسة، وطلب منه التسجيل. فالمدير شاف الشهادة وشاف المعدل، قال لا هذا ما 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 يعني يمكن يدخل عندنا وكذا. انفعل الرجل وحصل شد بينهم، وكيف وما كيف، ويدخل وما يدخل. وأنا روح للتعليم، قال روح للوزارة مو للتعليم، ما يدخل عندنا، هذا معدل ما يسمح له. المهم إن الرجال راح ومنفعل. طبعا هذه السالفة وهذا الموقف أنا ما أدري عنه، حصل في غرفة المدير وانتهى، والرجال خرج على طول، ولا عندي خبر في المسألة هذه، أنا مشغول في شغلي وكذا. بعد تقريبا أسبوعين من بداية الدراسة، وخلاص نزلت الأسماء وقبلنا الطلاب وبدأوا يستلموا الكتب ودخلوا في الصفوف المدرسية، بقيت تقريبا 4 مقاعد أو 5 مقاعد، 4 أرقام 5 أرقام، ما جاء عليها أحد. فصرنا نتصل على الطلاب الاحتياط. في يوم كنت أنا قاعد أتصل على الطلاب الاحتياط، اتصلت على رقم 2 3، سبحان الله ما أحد رد علي، يعني كنت بقول لهم خلاص يعني تم قبولكم كذا. وإلا طالب يدخل علي مع الباب، ما قد شفته ولا أعرفه ولا معه أحد، العادة ما يدخل طالب إلا معه ولي أمره، طبعا هي ثانوية يعني. جاني الطالب وقف عندي، سلام، قلت عليكم السلام، قال أستاذ أنا بسجل في المدرسة هذه. قلت بس كذا، تبغى ترغب في المدرسة هذه؟ قال يو أرغب في المدرسة وأنا أبغاها وكذا. قلت له شوف الشهادة، شفت شهادته ولا المعدل ما هو يعني كذا، لكن سبحان الله ارتحت لشكله وتوسمت فيها الخير. فمباشرة سجلت اسمه وقلت هذه ورقة، روح المستودع خذ كتب وتوجه الفصل كذا، خلاص. قال خلاص؟ قلت خلاص تم قبولك في المدرسة، خلاص خذ كتبك وروح الفصل، وأنا سجلت اسمك الكشف عندي. الطالب قاعد يبكي ويشكرني كذا وما هو عارف ايش يقول. قال استاذ انت ما تدري، انا لنا اسبوعين ابوي ما خلى احد، ما كلم احد، ما خلى احد في التعليم، ما خلى في كذا، ما في فايدة ابدا. البارح امي، يقول البارح امي وحريصة امي على ان يدخل مدرسة عالي، البارح امي قالت لي ودينا الحرم، وديتها الحرم، يقول حول الساعة 3 بالليل، يقول وطافت ومسكت في الملتزم ودعت الله وقالت يا رب أبغى ولدي يدخل في هذه المدرسة، يا رب دخله في هذه المدرسة. يقول اليوم صحتني وقالت هيروح المدرسة، روح إن شاء الله يقبلونك. قلت يا أمي أنا أبوي ما خلى ولا كذا، أنت قالت أنت روح وما لك صلاح، والله إن شاء الله يقبلونك. يقول وجيتك وأنا والله ما أدري، وتفاجأت بأنك أنت ترد لي بهذا الجواب. والله يا أخوان تعجبت. قلت لا تشكرني، أول شيء أشكر الله، ثم روح سلم على أمك هذه اللي كانت تدعي لك بدعواتها، سخرني الله لك. كان موقف عجيب، حتى أن مدير المدرسة ما علم بتسجيل الطالب هذا، ما عنده خبر، شافه بعد مدة في المدرسة، قالت وش عندك؟ قال أنا كذا وكل، يعني قال هذا وش دخل المدرسة هذه، وش كيف سجلتوه؟ قلت هذا جاني وكذا، وحكيت له القصة كاملة. قال سبحان الله، والله جاني هو أبوه، وأبوه كان يعني فيه غلاظة وفيه كذا كبر، وجاني هو متعالي، وقلت له ما فيه، أنت ولدك معدله، وبالفعل كان معدله يعني ما يسمح له، لكن يقول كان أسلوب سيء معي، وأنا يعني حرصت أنه ما يدخل مدرسة، لأن هذا ولي أمره، قلت بيتعبنا إذا صار هذا ولي أمره بعدين، بتعبنا في المدرسة بعدين، كيف يعني يكون عندنا مرجعية نتراجع نتفاهم مع ولي أمره كيف كذا، إذا كان هذا ولي أمره كيف الولد بعدين؟ فأنا حرصت أنه ما يتسجل،
لكن دام هذه قصته سبحان الله، وتعجبنا من الموقف ذا تعجب يعني سبحان الله. الشاهد من هذه القصة والسالفة، إذا لك معاملة في دائرة حكومية، إذا لك تقديم في وظيفة، إذا جيت بتخطب يعني من عند ناس، أو جيت تدخل في مستشفى، أو عندك ابن مريض تبي تدخل المستشفى، أو أي حاجة من حوائج الدنيا، اسأل من بيده الحاجات، اسأل من بيده قلوب الناس، يسخر لك الله الخلق. لا يعني ما في مانع الإنسان يعني يتشفع بالناس، وهذا من أخذ الأسباب يعني، لكن ابدأ بالله وانتهي بالله، اجعلها أولا بيد الله عز وجل، ولا تعلق قلبك بأحد غير الله. ووالله ترى العجب، ترى العجب العجاب، فقط فوض أمرك لله والتجئ إلى الله، سواء كان أمير ولا وزير ولا مدير شركة ولا صغير ولا كبير، قلوبهم بين إصبعي من أصابع الرحمن، إذا أراد الله يسخرهم لك يسخرهم لك، ويستقبلونك بأكرم استقبال وأفضل معاملة، ويقضون لك حاجتك من دون سابق معرفة، بدون أي يعني واسطة، فقط يلقي الله سبحانه وتعالى القبول لك في قلوبهم ويقضي حاجتك. فقط قل يا رب أسأل الله أن يقضي لي ولكم ولجميع المسلمين الحاجات، والسلام عليكم.